نرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نروح معاكم لتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. من أهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري أوغست فلاجر رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب. شهد اللقاء تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونغرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لأفاق أرحب، خاصة في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة بمختلف وزاراتها بتعمل حاليا على تنفيذ الالتزامات المختلفة في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، وإنه هيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية للمشروع. تفاصيل وأخبار أكتر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري أوغست فلاجر رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وعضوية عدد من نواب الكونغرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي، وده بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. شهد اللقاء تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع تأكيد دور الكونغرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب، لا سيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول اللقاء بشكل مفصل الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة، واستعرض الرئيس الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية لإنقاذ أكثر من 2 مليون فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وده لمناقشة عدد من الملفات الهامة. أشار مدبولي إلى أن الحكومة بمختلف وزاراتها تعمل حالياً على تنفيذ التزاماتها المختلفة في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات، وذلك حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة. لافتاً في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية للمشروع، كما يتم حالياً العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد تخصيص الأرض لإنشاء مصنع لتصميم وتصنيع وإنشاء صوامع تخزين الغلال ومكوناتها وملحقاتها بمنطقة شرق بورسعيد بين شركتي شرق بورسعيد للتنمية وفيروم مصر للصوامع والتخزين. ونوه رئيس الوزراء عقب التوقيع إلى أن العقد يأتي تجسيداً للخطة الشاملة اللي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في توطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنها توطين صناعة صوامع الغلال وتعميق تصنيع مكوناتها وإحلال الواردات منها مع التوجه للتصدير، وأيضاً الاستفادة من خبرات الشركات العالمية من خلال الشريك الأجنبي فيروم أس إي. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف شركات سان جوبان مصر للزجاج بشأن إقامة مصنع للزجاج المسطح بالمنطقة الصناعية بالسخنة. تستهدف هذه الاتفاقية وضع إطار للتعاون المستقبلي بين الطرفين بقيام تحالف شركات سان جوبان مصر للزجاج بإقامة مصنع جديد للزجاج المسطح داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة قدرها 200,000 متر مربع بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وبحجم استثمارات أجنبية مباشرة يتجاوز 160 مليون يورو خلال السنوات الخمسة الأولى للمشروع، وده بالشراكة مع شركات فرنسية متخصصة، مع استهداف تصدير أكثر من 50% من منتجات المشروع للأسواق العالمية، وبالتالي تغطية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب توفير عدد من فرص العمل المباشرة مع بدء تشغيل المشروع. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد 12 من تقرير الصادرات السلعية غير البترولية، اللي أشار إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الرابع من عام 2023 بلغت نحو 8.7 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 1.2%.
ووصلت قيمة الواردات غير البترولية 18 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل نحو 19 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.3%. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شباب حفل إفطار رمضان في المطرية، ورحب رئيس الوزراء بمنظمي الإفطار معبراً عن تقديره للجهد الكبير اللي بيبذلوه من أجل تنظيم هذه الاحتفالية الضخمة اللي بيشارك فيها الآلاف من سكان منطقة المطرية وغيرها من المحافظات وأيضاً من مختلف الجنسيات والأديان. وأكد أن هذه الاحتفالية تعبر عن الترابط والتلاحم بين أهالي المنطقة وتعبر عن روح التعاون اللي بتميز المصريين بشكل عام، خاصة في أوقات الأزمات والمناسبات، مما يزيد من أواصر المحبة والإخاء وتسود روح المواطنة بين الجميع. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين في ظل المخاطر الإنسانية الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة، قامت القوات الجوية المصرية بمواصلة تنفيذ الطلعات الجوية اليومية على مدار يومي 26 و27 مارس الجاري لأعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على القطاع بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وده بالتزامن مع إقلاع طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيرتها الإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية على شمال قطاع غزة.